معرفة الإنسان قديماً للنار واكتشافها واستخدامها من أهم الأمور التي حققها الإنسان قديماً. فبدأت معرفته لها من خلال ملاحظته اشتعال حرائق للحشائش والأشجار نتيجة للصواعق وثوران البراكين في الطبيعة. التجارة وعظام الحيوانات وجلودها وخصان الشجر فالذكرى. أحسنت. كان الإنسان قديماً يستخدم الذرة أو الصبع فيها كثير من الأشياء مثل الجاروجة في الصحونة. اتفضل يا أيمن. صوان حجر الصوان. أحسنت، حجر الصوان. جريان المياه الخارج لو الفرات في أراضيها، وجود السهول الزراعية ذات التربة الخاصة بالفيضية فيها، وموقعها على الطرق التجارية والمواصلات القديمة، وقربها من مراكز الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. المباني التقليدية. أحسنتي. المباني الخدماتية. ممتازة. سوميس صديقة، احكي لي مميزات العمارة في الدولة الإسلامية. مس مميزات مس موافقة تعليم الإسلام المبادئ اللي تعود عليها واحترام العدد والتنكر العربية الإسلامية لأن عدد فخرت ليه اسمه علي ليه احترام العدد والتنكر العربية آخرت المباني الدينية من ذوات الأرض الله وحيث تمس في استجالها استغرفها بأشكال هندسة ومستس إضافة إلى النقش على الحجارة بسبب وجود العدد الكبير. ما هي العادات والتقاليد يا لين؟ العادات والتقاليد يعني عاداتهم اللي تعودوا يعملوها وتقاليدهم. أحسنتي. مشربيات ملواف السدد سدد الشباب من الفرس دول. والطرق المتعجرة داخل الأسوار وأضافة إلى الفناء المشروع. وبين أسباب قيام الدولة الإسلامية ببناء المدن، واحد كالمدن كالمعسكرات مثال عليها كالقيروان في تونس، والاثنين الأغراض الإدارية مثال عليها كمدينة واسط في العراق، ثلاثة كعواصم الدول مثال عليها مثل بغداد في العراق والقاهرة في مصر، وأربع واحدة رابع واحدة وآخر واحدة مناطق تحصيلية للدفاع تتحول إلى الطابع المدني كرامة الملك مثال عليها كرامة الملك المغربية. أحسنتي، ممتازة. ما يعمل على قاعدة عسكرية لهم فيها، وعلى هذا الأساس اختط بنا طيب مدينة القيروان واختار لها موقعا استراتيجيا مهما اجعلها بعيدة عن البحر خوفا من غارات البيضان وبعيدة عن جوف الصحراء خوفا من غارات البرية.